سائلة تقول: فضيلة الشيخ، نعلم أن الدش فيه غش للرعية، ولكن هل الأفضل البقاء مع الزوج أم الفراق؟ أفضل رغم أن زوجي يصلي الفروض مع الجماعة ويؤدي الأركان الخمسة ولله الحمد، وبماذا تنصحونه؟ أسأل الله أن يهدي زوجه، ما دام على هذا الوصف الذي ذكرت فإنه قريب أن يهديه الله عز وجل ويسلطه على هذا الدش فيكسره. أما بقاؤها مع زوجها فتبقى مع زوجها ولا حرج عليها، لكن لا تشاهد ما يعرض فيه من الأشياء المنكرة، بل إذا جاء عرض هذه الأشياء المنكرة تقوم إلى حجرتها وتعمل شؤونها، إما أن تقرأ القرآن إن كانت تقرأ، أو تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك. وأما أن نقول اعتزل الزوج من أجل هذا فلا، ولكننا نسأل الله أن يهدي زوجه، ما دام على هذا الوصف الذي ذكرت فهو قريب إن شاء الله تعالى من الهداية. نعم.